ولكن في بداية حلقتنا بحب النهاردة نوجه كلمة للأزهر الشريف، وبنحاول نقول إن الأرض لولا الجبال لاهتزت من تحت أقدامنا، ولولا الأزهر الشريف ورجاله لاهتز الإسلام من قلوبنا. فتحية من القلب للأزهر ورجاله، الأزهر الممثل في الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب ورجال الأزهر. يريد بنوصل التحية للأزهر ورجاله من خلالك، ونقول لكم لولا الأزهر لاهتز الإسلام من قلوبنا. نورتنا ونبدأ حلقتنا معك فضيلة الشيخ. تحب تقول إيه بالنسبة للأزهر الشريف؟ لله الفضل والمنة أنني أنتمي لهذه المؤسسة العريقة الأزهر الشريف، تراث العلم ومعلم الأجيال ومربي الأبطال، وهو حارس الدين والدنيا، حارس الدين والدنيا كما قال أهل العلم. فالأزهر الشريف هو قلعة العلم والعلماء، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم الأزهر الشريف ما كانت مصر ذات قيمة بين العالم. فلولا وجود الأزهر الشريف فيها بعد الله تبارك وتعالى ما كانت مصر بهذه السمة الطيبة. حتى قال إمامنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: الأزهر الشريف نحن بلد العلم التي صدرت العلم لدولة نزل فيها وحي الله تبارك وتعالى. فبالفعل علماء الأزهر الشريف علموا الدنيا كلها. أستاذ الكريم، يعني لك أن تتخيل أن الأزهر الشريف، بعض الناس يظن أن الأزهر يختص بمصر وحدها، ولكن الأزهر الشريف متواجد في أكثر من 105 دولة. معاهد الأزهر، علماء الأزهر، أساتذة الأزهر، بعثات الأزهرية تنتشر. كل عام يقبل على الأزهر أكثر من 35 ألف طالب من مختلف دول العالم ليتعلموا في الأزهر الشريف، يأكلون ويشربون ويلبسون على حساب الأزهر الشريف. كل ذلك الفضل يرجع لله تبارك وتعالى، ثم الأزهر قلعة العلم والعلماء. فنسأل الله أن يديم الأزهر علينا وأن يجعله شرفا لنا يا رب العالمين، ويجعله منارة للإسلام. نعم، والمسلمين. نعم، اللهم.